بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الموضوع عن الرؤية في الفضاء. عندما صعد رواد الفضاء إلى السماء شعروا وكأنهم يسبحون في ظلام دامس، وأحسوا كأنهم بصرهم قد أقلق واضطربت لديهم حاسة البصر، ولذلك أسسوا فرعا جديدا من العلم يعالج مشاكل الرؤية أثناء الإقامة في المراكب الفضائية. العجيب أن القرآن أشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سورة الحجر من آية 14 إلى 15. ففي قوله تبارك وتعالى إنما سكرت أبصارنا إشارة واضحة لوجود مشاكل في البصر عند الخروج خارج الأرض، وهذا ما أثبته العلم الحديث، والله أعلم.